بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في يوميات أسرة بسيطة. النهاردة تحدي جديد. طبعا أنا بكلمكم في جزء كده أنا بغسل فيه السجاد، مش في الحمام يعني. في تحدي جديد هنعمله النهاردة. طبعا أنا كل مرة باجي أغسل السجاد قرب العيد طبعا عادي جدا بالخلطة بتاعتي، بإيه؟ بفرشة البلاط. تمام، جيت اغسله المره دي وكانت حنين هتساعدني الحقيقه فيه، فقالت لي طب ايه رايك يا ماما لو هنعمله احنا شفناه على اليوتيوب كتير بغطا الحله. قلت لها الحقيقه يا حنين انا ما جربتش الحكايه دي قبل كده. قالت لي طب ما نجربها في السجاده دي. دي اول سجاده هنغسلها من سلسله السجاد اللي عندنا، يعني كذا مش كتير. الكبيره طبعا بغسلها بره البيت، انما المشيات الصغيره دي بغسلها في البيت، عندي مكان صغير دي ممكن اغسلها فيه. فقلت لها طب ايه اللي هنعمله؟ قالت لي يا ماما ايه رايك لو عملنا السجاده بغطا الحله؟ قلت لها طب انا هستخدم ازاي غطا الحله في غسيل السجاده يعني؟ فقالت لي مفيش مشاكل، احنا ناخده غطا حله قديم من عند ستو يعني وكده ونجرب بيه. ده فعلا غطا حله قديم محدش بيستخدمه، وموجود يعني وكده وملوش اي لازمه. طب نجرب التجربه دي ونشوف ايه القصه ايه بالظبط. قلت لها خلاص، فاحنا دلوقتي هنبتدي نعمل مع بعض وهنشوف التحدي بين فرشه البلاط يا ترى هي اللي هتنضف ولا غطا الحله. عملي قدامكم وقدام عينيكم، هنشوف مين اللي هيكسب وهنشوف دلوقتي مع بعض. نعمل بس الخلطه بتاعتنا. الخلطه اول حاجه بحطها فيها، طبعا انا ما بغسلش خالص بحاجه بودر في السجاد عشان ما تبوظوش، فبعمل باي حاجه جل. فانا عندي اوكسي جل، ولو انت عندك برسيل جل مفيش اي مشاكل، بفضيه اهو. تمام، وهنشوف هنحط ايه تاني في الشفشق القديم ده اللي انا بستخدمه في غسيل السجاد. هحط شويه بيكربونات اهو. تمام، شايفين البيكربونات اللي انا حطيتها؟ طبعا البيكربونات حلوه جدا عشان تنظيف السجاد واي روائح تطلع منها، وعليها خل. وهنشوف بقى التفاعل، شايفين التفاعل؟ شايفين انا الخلطه انا اللي هعملها، الخلطه انا اللي هعملها، انما التحدي بقى في اللي جاي. تمام، وهقوم حطاهم اهو، تفاعل اهو. تمام اهو، هقوم حطاهم على اللي هو المسحوق اللي انا حطيته برسيل جل، وهبتدي سوري اوكسجين، وهبتدي املاها بالميه. هملى كده بقى الخلطه، احط عليها ميه عشان ترغي، وهبتدي بقى ايه بعد كده خلاص عملت الخلطه هركنها على جنب وابتدي بقى ابل السجاده. الخطوه اللي بعد كده هنشوف بقى كده خطوه خطوه مع بعض. لازم ابل السجاده طبعا كلها، ويا ريت لو الميه تكون يعني مش ساقعه او مش ميه فاتره، يا ريت لو يكون دافيه بس، يعني مش اللي هو ايه يعني زي دمعه العين كده، دافيه. دي هتسهل لي قوي قوي ان تطلع لي الاتربه من السجاده. هملاها كلها اهي ميه، هملى السجاده كلها ميه، وهبتدي بقى التنظيف مع حضراتكم ونشوف بقى بدايه التحدي. انا اللي هكسب بقى ولا حنين؟ هبتدي بقى ارمي الخلطه كده اللي انا عاملاها على السجاده، اشبعها بيها، وهبتدي بقى ايه ادعك بالفرشه اهو. تمام، طبعا هي السجاده دي متوسخه جدا متوسخه جدا، فانا هدعك جزء كده بالفرشه والجزء التاني هدعكه بالايه بغطا الحله، وهشوف ادي كده ايه. طبعا هي متعبه برده، هنشوف بقى. بصوا هي لغايه دلوقتي ما طلعتليش اي حاجه، الربسو او الحاجه اللي انا حطيتها المسحوق زي ما هو. هشوف دلوقتي الغطا الحله هيعمل ايه. همسك غطا الحله اهو وهرمي شويه مسحوق كده عليها تاني. حنين بقى تبتدي دلوقتي تدعكه بغطا الحله، لما اشوف بقى ايه هيعمل حاجه ولا لا. بصوا استني كده اكتر اكتر يا حنين، المايه بقت مش نظيفه. ايوه هو فعلا، ايوه هاتي ايه بالصحه عشان الصيام ولا ايه؟ لا بجد، بصوا الميه، بصوا شكل الميه بقى عامل ازاي، بصوا الجزء ده. لا هاتي بقى يا حنين انا امسكها كده شويه، بصوا لا فعلا بتطلع او يعني بصوا لو انا عملت بالفرشه اولا مش بتطلع زي الغطا فعلا. لا شكل حنين هي اللي هتكسب في التجربه دي، وشكل غطا الحله هو اللي هيكسب برضه في التجربه دي.
هنكمل بقى السجاده كده ونشوف. حطيت مسحوق على جزء تاني قلت اتاكد انا بنفسي وفي ايديا كده. طبعا انا ايديا ايه اجمل من الحنيشه. بصوا الميه، بصوا طالعه عامله ازاي. بصوا، لا واضح ان هو فعلا فعلا فعلا. بصوا الميه فعلا. هاتي على الميه يا حنين وريها لنا اهي. انا عايزه بس اوريك، بصوا دفعه الميه دي اللون اتغير، يعني معنى كده ان هي بتطلع الاتربه اللي عليها اهو بكل سهوله. على فكره اسهل بكتير من الفرشه فعلا. ثواني كده، بصوا انا هعملها كلها بقى بغطا الحله. طبعا غطا الحله ده ما بستخدموش في اي حاجه، ولا طبعا ستهم بتستخدمه في اي حاجه حماتي. عايزه اوري لحضراتكم الفرق. هنا دي انا عاملاها بغطا الحله، والجزء ده انا عاملاه بالفرشه. بصوا الفرق. بص دي نظفت ازاي، واسهل، وسرعه الصاروخ يعني مش هتاخد في ايدك 5 دقايق، بجد مش هتاخد في ايدك 5 دقايق. تجربه حلوه وجميله. انا هكمل بقى بقيه السجاده وارجع لحضراتكم تاني بكل سهوله اهو. بصوا غطا حل عادي جدا، اي غطا حل عندك هعمل اهو. بصوا انا عايزه بس ابين، قسما بالله الميه طالعه، مش عايزه اقول لكم. طبعا انت بتمسكي من المقبض ده بيبقى سهل عليكي، ولو كل ما يكون الغطا كبير كل ما يكون لك احسن، لان هياخد معاكي مساحه اكبر. بصوا الميه، هاتي بقى من ناحيه الميه يا حنين. بصوا الميه عامله ازاي، بصوا الميه مش رايقه ازاي. كل ده بيطلعوا غطا الحله وفي سهوله، بسرعه الصاروخ اهو، مفيهاش اي حاجه. عايزه اوريكي الجزء اللي اتغسل. طبعا الجزء ده والجزء ده لسه ما اتغسلش، اللي هو اخر حته كده في المشايه. طبعا انا عايزه اوري حضراتكم دي الجزء اللي انا غسلته، اللي هو ده الجزء ده نضف عن الجزء ده. بصوا هناك عامله ازاي، لان لسه ما غسلتهاش بغطا الحله. بكل سهوله اي غطا حل عندك، بصي كل ما يكبر غطا الحله كل ما يساعدك اكتر. على فكره تجربه حلوه جدا، وتجربه انا هجربها على طول كل ما اغسل السجاده هعملها بيه، لان بجد يعني عامله تجربه اهي قدام حضراتكم. بصوا الميه شكلها عامل ازاي. طبعا هغسل ايديا، طبعا شايفين الميه عامله ازاي، الرغوه عامله ازاي. بصوا يعني بتطلع القذرات او اي قذرات او اتربه او حاجه. بصوا لونها اتغير ازاي. انا عايزه اجيب اكتر عشان يبان شكل الرغوه اكتر. قربي يا ماما. هي حضراتكم شايفين اللون، شايفين يبقى بتطلع ولا لا. دي عن تجربه اهي قدام حضراتكم اهي، شايفين بكل سهوله، وخليتها زي الفل. السجاده بقت زي الفل. هبتدي بقى اشطفها ونشوفها مع بعض. طبعا حنين بتكمل بقى الباقي لان خلاص بصراحه تعبت. عايزه اوريكم الجزء اللي اتغسل، بصوا عامل ازاي، والجزء اللي لسه ما اتغسلش اكيد شايفين. بصوا اكيد شايفين الفرق اهو. بصوا في ده افتح طبعا وانضف، وده برضو ده لسه طبعا عشان ما اتغسلش. بص عامل ازاي، بص الميه عامله ازاي. طبعا انا حاجزاها ببلاستيكيه عشان ما تروحش على بره، عشان هفردها بحاجه تانية دلوقتي. هكمل بقى معاكم ونشوف، هخلص الحته اللي وشها. طبعا انا دلوقتي في حاله الشطف بشطفها. عايزه تسهلي على نفسك خالص بكل سهوله وسرعه الصاروخ. شايفين دي عباره عن المساحه، هتقومي جايباها كده وشاطفه، او جايبه الميه. بصوا دي الميه اللي هي طبعا بتاعه الشطف بتاعتها، ومنتهى السهوله، وهتبقى نزلي حتى على تحت. بصوا ده جزء ايه مثلا في ميه اهو، بصوا بيتسحب. بصوا الميه كلها بتتسحب، بتبقى زي النشفه كده. بس طبعا ايه محتاجه، طبعا ايه يعني هي طريقه سهله ان انت تسحبي منها اكبر كميه ميه ممكن. هعمل كده في كل السجاده اهو، هشطفها كلها. طبعا هي لسه بقى بتطلع اللي هو الرغاوي بتاعتها دي، لغايه ما الميه خالص تبقى في الخرطوم كده عادي، لغايه ما الميه تبقى زي الفل. ونبتدي بقى ايه زي ما قلت لكم، عايزين تخلصوا الميه دي بسرعه، ولا بايدك ولا بالمكنسه ولا حاجه. دي اسرع من المكنسه اللي هي دي المساحه، هتعمل لك اكتر وتوفر لك في الجهد والوقت وسرعه الصاروخ زي ما قلت. طبعا الخطوه بتاعت مسح السجاده بالمساحه دي خطوه مهمه جدا،
بتخلي السجاده يعني اخف عليكي، لان الميه طبعا هي اللي بتتقل السجاده. فانصحك تعمليها. انا كده خلاص بصوا السجاده بقت زي الفل، طبعا هي ما كانتش كده خالص، بقت زي الفل. هبتدي بقى ابرمها بكل سهوله، مش هتبقى طبعا تقيله عليا ولا حاجه، وهبتدي بقى اصفيها او احطها الاول في داوني مثلا وبعد كده ممكن اصفيها. انا بكده خلصت خلاص السجاده، وقفتها بقى في الحوض، حوض الحمام وكده، عشان تصفي ميتها، هي مش كبيره قوي، فهوقفها شويه كده بعد ما عملتها كمان بدوني. وبعد دوني مسحتها بالمساحه عادي جدا، وقمت بقى مصفياها. دي هتسهل عليكي خالص. طبعا احنا دلوقتي نهايه التحدي، وصلنا خلاص نهايه التحدي، وقلنا بقى ان الفرشه دي خلاص مش هنعمل بيها السجاد تاني. عن تجربه قدام حضراتكم بصراحه السجاده طلعت زي الفل، ما تعبتنيش في الفرد وفي التنظيف وكده، تعبتنيش خالص، ما خدتش معايا وقت، ما خدتش معايا مجهود. دي بقى خلاص هعمل بيها الحمام، هدعك بيها الحمام او هدعك بيها اي سيراميك يعني عندي، انما ده اللي هستخدمه بعد كده كحاجه بغسل بيها. انا هسيبه عندي طبعا خلاص بقى، ده خلاص اتجمرك، هاخده من حماتي اقول لها خلاص ده مش هديهولك تاني. ولو زي ما قلت لحضرتكم برده، لو عندك واحد اكبر يبقى احسن، لو السجاده كبيره، انا بس حمامي صغير فمش عارفه، او الجزء اللي انا بصور فيه صغير فمش عايزه، مش عارفه اوريكم قوي يعني. بس لو واحده كبيره، لو غطا حله كبيره، هتسهل لك الموضوع قوي قوي قوي. وزي ما قلنا خلاص ده اعتمديه عن تجربه بجد بكل امانه. انا قلت اجرب الحاجه انا بنفسي قبل ما اقول اي حاجه، اجربها بنفسي، وفعلا بنتي هي اللي شجعتني على كده الحقيقه. يعني انا كنت خلاص ناويه كملت كل السجاجيد، وخلصت كل السجاجيد بغطا الحله، غطا الحله ده هو اللي ساعدني، ساعدني النهارده ان انا اخلص وانضف كل سجاجيدي او المشايات الصغيره بمعنى اصح. وأبتدي